يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً طقس لطيف نهاراً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. وتوجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.